Factors affecting range of movements of joints. Look for this picture. ايه الفاكتورز يا جماعة اللي هتخلي الجوينتس يبقى لها رينج واسع من الحركة او رينج قليل من الحركة؟ عدة فاكتورز. اول فاكتور واحنا بنعمل اي موفمنت التنشن. نجرب مع بعض كده اهو. التنشن بتاع الليجمنتس والكبسول والستراكشرز سراوندينج ذا جوينت. يعني حاول كده هون تعمل زي الست دي كده هون. الحركة اللي هي بتفرد فيها دي اللي اسمها اكستنشن. اعمل ايديك كده. اما تعمل ايديك كده هون عند رينج معين انت مستريح من الاكستنشن. بس لو حد جه زود لك قوي الرينج اوف اكستنشن هتلاقي كل الستراكشرز اللي حوالين الجوينت ابتدت يحصل لها ستريتش. ليجامنت ماسلز الستراكشر حصل لها ستريتش وابتدت توجعك، فده بيعمل ليميتيشن اوف موفمنت. فيبقى تنشن اوف ذا ليجامنت كبسول اند سراوند ستراكشرز اراوند جوينت، ده بيعمل ليميتيشن اوف موفمنت لانه ابتدي يعمل لك وجع. المسل، لو واحد مثلا غلس بيهزر معاك وحب يعمل لك اكستنشن جامد زياده عن اللزوم، المسلز الانتاجونيستك، يعني دي حركه اسمها اكستنشن بتحصل بالمسلز اللي ورا دهين اللي اسمهم اكستنسورز. لو انت بتعمل لي اكستنشن جامد قوي، مش المسلز العكسيه اللي قدام دي اللي هم بيعملوا فليكشن اتشدوا قوي، فما تشدوا قوي. لو انا سبتك تشد اكتر من كده هون وتغلس عليا وانت بتهزر معايا، الفليكسورز دول هيتقطعوا، هيحصل فيهم تمزقات. فالفليكسورز دول فيسيولوجيكالي عشان يحموا نفسهم بيبتدوا اكيد هتبتدي تعمل كونتراكشن عشان تمنع الاكسسيف اكستنشن اللي بيحصل لك. ويبقى اذا المسلز العكسيه اللي بتعمل الفليكشن اللي اسمها انتاجونيستك مسل، دي بتعمل كونتراكشن عشان تحمي نفسها من الاوفر ستريتش اللي ممكن يعمل لها تمزقات. لو كمان برضو حاجه خدنا بالنا منها، الفليكشن اللي هو يا جماعه ليميتد بايه؟ الفليكشن اللي هو ليميتد بان السوفت تيشو خلاص لزقوا في بعض وضربوا في بعض. فما السوفت تيشو اللي حوالين الجوينت يخبطوا في بعض، الفرونت اوف ذا فور ارم والفرونت اوف ذا ارم خلاص لزقوا في بعض، هعمل فليكشن اكتر من كده ايه؟ فيبقى approximation and contact of the soft tissue around the joint يوقف لك الحركة. في حاجة أهم برضو لازم تتحط في الاعتبار قوي، نجيب لكم العظم. شايفين المفصل ده؟ ده على فكرة ده الباك اوف ذا إلبو، ده الباك اوف ذا إلبو. واحنا كده اهو بنعمل اكستنشن اهو، بنبص من ورا. شايفين الاكستنشن يا جماعه لازم غصب عني كمان يقف. ليه؟ لان الارتيكولار سيرفيس خلاص ضربوا في بعض. بص كده من الجنب، الارتيكولار سيرفيس خلاص خبطوا في بعض، لازم الاكستنشن هيقف. فابروكسيميشن وكونتاكت اوف ذا ارتيكولار سيرفيسز اند ارتيكولار بونز ده لازم هيوقف لك الحركه. ويبقى اذا التنشن والستريتش بتاعت الاستراكشرز اللي حوالينا، كونتراكشن اوف انتاجونيستك ماسلز اللي بتحمي نفسها من ان يحصل لها تير، ابروكسيميشن اند كونتاكت اوف ذا ارتكيوليتنج بونز اند ذا سوفت تيشو، زي السوفت تيشو ده اللي خلاص خبط في بعضه، لازم ده هيعمل لك ليميتيشن اوف موفمنت. نبص نلاقي برضو عندنا نقطة مهمة جدا، الا وهي النيرف سبلاي بتاع الجوينت. الرسمه دي جميله قوي للنيرف سبلاي بتاع الجوينت. في عندنا قانون لذيذ قوي اسمه هيلتونز لو.
هيلتونز لو ان دي برضو الالبو جوينت بتاعتنا رسمه كده اهو، بتبص انت من جنب للالبو، وعندك دي الماسلز اللي ورا الاكستنسورز والماسلز اللي قدام الفليكسورز، وعندك نيرف سبلاي. نيرف سبلاي بيغذي الفليكسورز اهي اللي اكتنج على الالبو، ونيرف سبلاي تاني اهو بيغذي الاكستنسورز اللي بتغذي اللي بتشتغل على الالبو. نبص نلاقي بقى هيلتونز ده قال لك ايه، النيرف اللي بيغذي الماسلز اكتنج على الجوينت زي الاكستنسورز والفليكسورز دول، النيرفز دي بتدي ارتكولار برانشز. ارتكولار برانشز يعني البرانشز اللي هتغذي الجوينت. فتبص تلاقي اهو النيرف اهو اللي بيغذي الفليكسورز لازم بيدي برانش يغذي الجوينت، والنيرف ده اللي بيغذي الاكستنسورز راح مدي لك برانش يغذي الجوينت. بس لا، قال لك والنيرفز دي كمان بتطلع لك برانشز للسكن تغذي السكن اوفرلاينج ذا جوينت. ويبقى هيلتونز لو يقول لك اي جوينت في الدنيا النيرف سبلاي للماسلز اللي حوالين الجوينت هي اللي هتغذي الجوينت عن طريق ارتكولار برانشز، وهي اللي هتغذي السكن اوفر اند كفرنج ذا جوينت. يا ترى السنسيشن او يعني النيرف سبلاي بتاع الجوينت ده ايه؟ سنسوري. سنسور سبلاي احس فيه بالوجع، زي مثلا لو انا عملت لك موفمنت واحنا بنهزر مع بعض، عملت لك ده موفمنت زياده عن اللزوم، استريتش اوف ذا كبسول والليجمنت، هتبتدي تحس ببين. وعندنا كمان سنس اوف بوزيشن اند سنس اوف موفمنت. ايه سنس اوف بوزيشن اند سنس اوف موفمنت؟ لو انت مثلا قمت بالليل والدنيا ضلمه كحل، هتعرف تحس ان انا القلب بتاعتي دي متنيه ولا مفروده؟ ده اسمه سنس اوف بوزيشن. طب لو واحد قال لك غمض عينيك وراح ماسك ايديك ده ومحركها، تعرف ايديك بتتحرك ولا لا مع ان انا مش شايف؟ اه طبعا هعرف ان انا ايديا بتتحرك. طب لو سبتت، هتعرف انها سبتت وما بتتحركش؟ اه طبعا هعرف انها سبتت. فان انا اعرف ايديا ثابته او بتتحرك ده اسمه سنس اوف موفمنت. ويبقى اذا السنسيشن اللي في الجوينت اللي رايح لها نيرف سبلاي سنسوري، سنس اوف بين وسنس اوف بوزيشن وسنس اوف موفمنت. نيجي بعد كده اهو بقى للنقطه الجديده اللي هي موفمنتس اوف جوينتس. ايه الموفمنتس اوف جوينتس يا جماعه؟ عندنا هنقسمهم اجواز اتنين اتنين اتنين، وكل اتنين عكس بعض. نيجي نضرب اول مثال للنقيضين فليكشن واكستنشن. لو واحد كده هو اهو فارد ايديه ان اكستنشن، فين الفنترال اسبكت؟ ده الفنترال اسبكت اوف ذا فور ارم، وده الفنترال اسبكت اوف ذا ارم. زي وحدنا اهو كده هون، ما هو واقف ده الاناتوميكال بوزيشن بتاعي، وده الفنترال اسبكت اوف ذا ارم والفنترال اسبكت اوف ذا فور ارم. لو احنا عملنا ابروكسيميشن للفنترال اسبكت اوف ذا ارم اند فور ارم، دي حركه اسمها فيليكشن. طب انت حتنك تاني ايديك كده وعمل لها بيندنج اللي هو الفليكشن طول عمرك، مش لازم افردها ساعات، لازم هفردها. فما اجي افردها بقى هتبص تلاقي الفنترال سيرفيس بيبعد عن الفنترال سيرفيس. ان فنترال سيرفيس يبعد عن فنترال سيرفيس ده اللي اسمه اكستنشن. والتيبكال اكزامبل الالبو جوينت. بالمناسبه اي حركه في الدنيا بتحصل حوالين اكسس، تفتكروا الاكسس اللي انا كنت بحرك عليه الجوينت ده هي ماشي بالطول ولا ماشي بالعرض ولا ماشي ازاي بالظبط؟ طبعا زي مفصلت الباب بالظبط يا جماعه، الجوينت ده عامل زي المفصله، وواضحه قوي ان القلب بتاعنا المفصله دي زي ما تكون بالعرض. فهو ترانسفيرس اكسس ده اللي بيحصل عنده الفليكشن والاكستنشن، زي ما هناخد كمان شويه هي التيبيكال البو جوينت
ده التيبيكال البو، والاكسس بتاعها زي ما تكون ضيقه كده، هو ايه مفصله من اليمين للشمال، فروم سايد تو سايد، فروم ميديال تو لاترال، مفصله اهي بالعرض، وكان ده الارم فوق والفور ارم بتاعك تحت، والمفصله دي اهي بتعمل كده هون، فالفليكشن والاكستنشن ده الاكسس بتاعه ترانزفيرس اكسس. نبص نلاقي عندنا في جزء تاني بقى من الحركات اسمه ابدكشن وادكشن. ايه الابدكشن والادكشن ده؟ وان الابدكشن ده الاناتوميكال بوزيشن، ان انا احرك اللم لاترالي away from the middle line، يبقى ده اسمه abduction. حتى انك رافع ايديك ده هو ان abduction طول عمرك، مش لازم بقى تنزله ناحية الميدل لاين، وانت بتنزله بقى ناحية الميدل لاين يبقى انت بتحرك اللم بالعكس ميديالي ناحية الميدل لاين، يبقى ده اسمه abduction. ويبقى الجوز ده هو العكس بعض، movement of the limb away from the middle line laterally يبقى abduction، تحرك اللم towards the middle line ده يبقى اسمه adduction. الجزء الجاي بقى من الحركات ده قبل ما انسى صحيح، الابدكشن والادكشن الاكسس بتاعهم عامل ازاي؟ هل هو ترانسفيرس اكسس زي اللي فات؟ لا، الاكسس بتاع الابدكشن والادكشن يا جماعه كانك ضايق اهو الاكسس بتاعك المسمار اهو من قدام لورا، انتروبوستيرو اكسس. والانتروبوستيرو اكسس ده تاخد ايديك بعيد عن الميدل لاين او تحركه ناحيه الميدل لاين. فافتكر دايما الادكشن والادكشن انتروبوستيرو اكسس. في عندي بقى الابدكشن والادكشن بتاع الفينجرز، الفينجرز دي اللي في ايديك دي اهي الفينجرز اهي يا جماعه. بيتقاس الابدكشن والادكشن من السنتر اوف ذا ميدل فينجر، ده اسمه الميدل فينجر، السنتر بتاعه اقرب صابعي للسنتر اوف ذا ميدل فينجر يبقى اسمه ادكشن، ابعد صابعي بعيد عن السنتر اوف ذا ميدل فينجر يبقى اسمه ابدكشن. بالنسبه للتوز، التوز بقى دي الصابع بتاعت رجليك، فانت صابع ايديك اسمها فينجرز لكن صابع رجليك اسمها توز. التوز بقى السنتر بتاعها ايه؟ السنتر اوف ذا سكند تو، السكند تو طبعا فروم ميديال اسبكت، انت عندك صباع كبير اللي بعديه على طول بقى لاترال، يبقى ده السكند تو، تقرب الصابع للسكند تو يبقى ادكشن، تبعد صابعك عن السكند تو يبقى ده وان ابدكشن اوف ذا توز. الجزء الجاي بقى روتيشن، ميديال روتيشن ولاترال روتيشن زي الاخ ده. الروتيشن ده بقى يا جماعه بيحصل along vertical axis، دق كده مسمار في الشول في الشولدر بتاعتي من فوق لتحت، نبص نلاقي لو انا اعمل روتيشن للم laterally away from the middle line يبقى ده اسمه lateral rotation، او ساعات كمان بنقول عليه external rotation. لكن لما الف ايديا لجوه ناحيه الميدل لاين ميديالي ده يبقى اسمه ميديال روتيشن او انترنال روتيشن. كده احنا خدنا الفليكشن والاكستنشن والابدكشن والادكشن واللاترال والميديال روتيشن. لو انت عملت في الشولدر جوينت مثلا الحركات دي كلها كده ورا بعض يبقى اسمها سيركمدكشن. اصل بص الروتيشن ده هيبقى عباره عن ايه؟ بعمل كده فليكشن، وبعدين عملت كده ابدكشن، وبعدين ابتدي اعمل كده ابدكشن مع لاترال روتيشن، بعد كده هون عملت ميديال روتيشن، فروتيشن مع الابدكشن والادكشن والفليكشن، وكمان وانا راجع كده فيها اكستنشن، يبقى الحركات دي كلها ما تتعمل ورا بعض يبقى اسمها سيركمدكشن. في عندي حركه كاركترستيك قوي للفور ارم، الفور ارم انت كده عملت لي الالبو جوينت ما فيهاش غير فليكشن واكستنشن، طب الفور ارم ده يعني مالوش نفس يعمل روتيشن؟
اه طبعا لازم اعمل له روتيشن. فروحنا عاملين بقى مفصل مفاصل تانية خالص للفور ارم. لو ده كده الفور ارم بتاعي اهو في الاناتوميكال بوزيشن، في الاناتوميكال بوزيشن كلكم عارفين البالم اوف ذا هاند بيكون فيسنج انتيرور ولا بوستيرور؟ طبعا انتيرور. لو البالم اوف ذا هاند فيسنج انتيرورلي يبقى ده كده هو اسمه سوباينيشن. لو لفيت ايديك وبقى الدورسم اوف ذا هاند هو اللي فيسنج انتيرورلي والصم بتاعك بقى فيسنج ميديالي عكس الطبيعي، دي حركة اسمها برونيشن. يبقى ده السوباينيشن وده البرونيشن. سوباينيشن بالم فيسنج انتيرولي اند صم لاترالي، برونيشن عكسها دورسم فيسنج انتيرولي اند صم ميديالي، وده اسمه برونيشن الدورسم قدام وده اسمه سوباينيشن البالم قدام. يقابلها في الفوت اللي تحت ده قاع رجليك اسمه السول اوف ذا فوت. لو السول اوف ذا فوت فيسنج ميديالي ده يتقال عليه انفيرشن. ان يعني لجوه، ما هو ناحيه الميدل لاين كده، فيبقى احنا فيسنج ناحيه الميدل لاين يبقى انفيرشن. لكن لو السول اوف ذا فوت بقى باصص لاترالي، السول اوف ذا فوت لو انت باصص كده هو لاترالي ده يبقى اسمه ايفيرشن. والحاجات دي كلها طبعا لازم تعملها على نفسك وانت بتذاكر عشان تحفظها. اخر بقى حركه عندنا مشهوره قوي بقى للصم، ان انا اسبح او اعد على صوابعي. الصم يجي اوبوزيت او يجي ان كونتاكت ذا اذر ميديال فور فينجرز. دي حركه مشهوره للصم اللي هي الكاونتنج دهيا او التسبيح، اسمها اوبوزيشن. اوبوزيشن ويبقى دي الموفمنتس بتاعت اللمس او الجوينتس المشهوره في اللمس بتاعتنا. نيجي بقى لتقسيمه الجوينتس. تقسيم الجوينتس، الجوينت بتتقسم حسب عده اعتبارات. الاعتبارين الاساسيين بتوعهم، اول حاجه ممكن اقسم لك جوينت حسب عدد العظم اللي عامل ارتكيوليشن، العظم اللي عامل المفصل دون اتنين ولا اكتر. فلو جوينت بنت حلال كده وسيمبل خالص زي الشولدر جوينت، الاسكابيولا العظمه دي عامله ارتكيوليشن مع الهيومرس اللي هي العظمه دي، دي سيمبل خالص وتبقى سيمبل جوينت. تيبيكال اكزامبل شولدر، اسكابيولا مع هيومرس. طيب لو اكتر من عظمتين بقى زي دي مثلا، دي بقى الالبو بتاعتك، ده اللور بارت اوف ذا هيومرس عامل ارتكيوليشن مع العظمتين بتوع الفور ارم. العظمتين بتوع الفور ارم واحده ميديال اسمها النا وواحده لاترال اسمها ريدياس. يبقى في ثلاث عظمات عاملين الارتكيوليشن هنا في القلب ويبقى اسمها كومباوند مع ادا. لا ده بقى الحكايه ممكن مش تكون مع ادا، دي ممكن تكون بقى كومبلكس جوينت. ايه كومبلكس جوينت دي؟ دي مش جوينت طبيعيه، ده جوينت جواه حاجات حيويه جدا. طبعا اكتر جوينت معقد عندنا في الجسم كومبلكس الني، لان فيها السيميليونر كارتريدج اللي اسمهم منسكاي، الغضروف اللي انت بتسمع ان هو بيتقطع في الناس الرياضيين، وكمان المأساة بقى لو اتقطعت في لعيبه كوره والرياضيين الليجامنت دون، الليجامنت الصليبيه اللي اسمهم كروشييت ليجامنتس. فدي مش اي مفصل، ده مفصل فيه استراكشرز جوه الجوينت سيميليونر كارتريدج وكروشييت ليجامنتس، فتبقى اسمها كومبلكس جوينت. تاني اعتبار بقى في تقسيمه الجوينتس اللي هي حسب الاكسس اوف موفمنتس، ودي طويله شويه فنبقى نبتديها ان شاء الله في الفيديو الجاي، اللي هي الاكسس وتقسيمه الجوينتس حسب الاكسس اوف موفمنتس. Thank you for good listening and good luck.